صباح الخير على حضراتكم متابعينا ومتابعي موقع وصراحة الإخباري. لقانا النهاردة مع الحاج حايس أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. هتعرف يعني على قصة الحاج حايس وذكرياته مع الحرب. أهلا بك يا حاج حايس. أهلا يا باشا. يعني عايزين نتعرف بيك وتكلمنا على ذكرياتك أيام الحرب. أيوة يا حبيبي. نتعرف بيك. أنا كنت في حرب إسرائيل. حرب إسرائيل. تمام. وكنت قاعد في ودوني العين السخني. تمام. وبعد ما ودوني العين السخني جابوني قالوا لي روح على جبل اسمه ايه ده، جبل اللي هو بتاع اسماعيلية. تمام. جبل اسماعيلية. تمام. ضفر سوار. بعد ما ودوني اسماعيلية وضفر سوار رحنا خدنا بعضينا وراحوا جات ضربوا الناس بالطيران. ضربت ثلاث دبابات. تمام. ضربت ثلاث دبابات. تمام. ثلاث دبابات ضربتهم. ايوه. ثلاث دبابات انا وزميلي. تمام. انا وزميلي البشمهندس اللي هو اسمه القائد بتاعني اسمه عبد اسمه يا حجي. تمام. والله نسيته. كنت في سلاح انت يا حجي؟ طيب كنت في سلاح المشاة. تمام. في الدش الثالث. ثلاث دبابات ضربتهم يعني. ثلاث دبابات انا وزميلي اللي هو اسمه مين يا ربي؟ تمام. اسمه الجميل. الجميل. اسمه الشاويش جميل. تمام. الشاويش جميل من المنوفية. تمام ما شاء الله. راح اتضرب هو. اتضرب هو ورحت حطيته وجريته وحطيته على جنب الحجارة. بعد ما حطيته وجريته وحطيته جنب الحجارة عاد انا قلت له عاد اعمل ايه؟ عاد نزلنا ثاني. نزلنا على اسماعيلية. على الأرض بتاعت إسماعيلية. تمام. اندلينا على الأرض بتاعت إسماعيلية ومع الطيران رحنا كحتنا بور وقعدنا في الزراعة. تمام. كحتنا بور بالكريك بتاعني وقعدنا في الزراعة. تمام. بس وبعد كده مشينا تاني رحنا على خط إسماعيلية عدينا بحر صغير كده عديناه ومشينا بعد كده. خدت كم سنة في الخدمة طيب؟ خدت تسع سنين. تسع سنين ما شاء الله. تسع سنين. تمام. آه. تعرضت لإصابات هناك يعني أثناء فترة الحرب؟ اتصبت؟ اتصبت. اتصبت في رجلي. ألف سلامة يا حاج. قعدت في ال وراحوا جابونا اسمه ايه ده الهلال الاحمر. الهلال الاحمر راحوا جابونا وخدونا الهلال الاحمر بعد في الاصابه. وراحوا ودونا جابونا العربيات اللي هي بتاعت اسماعيلية. تمام. بتاعت اسماعيلية. تمام. وراحوا ودونا هناك عند القناة فرقوا مننا فجابوا لنا حلاوة وقعدوا يلبسونا هدوم غير الهدوم بتاعتني. الناس استقبلتكم ازاي لما رجعت؟ استقبلتنا الناس. لما رجعني. استقبلتكم ازاي الناس هنا في البلد لما رجعت؟ بالحلاوة والبتاع دي ده هناك الكلام دي. ايوه. ده في مصر. تمام. استقبلونا البنات وبعد ما استقبلونا البنات هنا برضو استقبلوكم يعني استقبال حلو برضو. هنا استقبلونا راح جاني هنا الدكتور عمر كان لسه فاتح هنا ومرضيش ياخد فلوس. كان هو واحد اسمه هلالي دي كان التمرج بتاعه. قال لي انا يا حاج اخدمك بعيني. مرضيش ياخد مني
الفلوس لما طلع لي الرصاصة. تمام. ايه اكثر يعني ذكرياتك عن الحرب يا طيب يا حاج؟ الحاجة اللي مأثرة فيك يعني او الحاجة اللي فاكرها. ايوه الحمد لله. تمام. الحمد لله. يعني انت لسه لحد الان يعني بيقولوا ان انت لسه عايز تروح لحد الان وتحارب تاني. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يديك الصحة حاج. يدينا ويديك. في من زمايلك يعني بتتواصل معاهم لحد الان؟ لا زمايلي ما حد. واحد اسمه عمر. اللي هو عمر ده اللي هناك دي. تمام. هنا في نفس القرية يعني. واحد اسمه عبده. تمام. في نفس القرية. تمام. ما زلتوا يعني متواصلين مع بعض؟ متواصلين مع بعض. وكنت قاعد معاه بقيت قدمت راح شغلنا جمال عبد الناصر. شغلنا في القوات المسلحة. تمام. اللي اسمها ده في الدين ويديك يا حبيبي واحفى عنا. شكرا لك يا حاج وربنا يديك الصحة. وانت طيب يا حبيبي. نشكركم متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري. كنا في لقاء مع الحاج حايس من أطلال حرب أكتوبر. الحاج حايس يعني قضى حوالي 9 أعوام خدمة في الجيش خلال فترة الحرب. ربنا يعني يدي الصحة ويبارك فيه. شكرا لحضراتكم متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري. كان معكم عبد الرحمن الصافي.